اهلا بيكم في حلقه جديده من لاب فيو توتوريال اعداد المهندس كرول 7. طبعا احنا كنا بادئين سلسله مع بعض خاصه بالستراكشرز، وقلنا هناخد فيها الفور والهواي لوبس والحاجات الباقيه التانية. احنا بدانا في الحلقه السابقه بهواي لوب، النهارده هناخد الفور لوب. زي ما قلنا بدانا بالستراكشرز، هناخد النهارده الفور لوب. خدنا سابقا في واي لوب وغطناها، هنكمل في الفور لوب. يلا بينا نفتح اللاب فيو ونشوف الموضوع بالتفصيل. انا فتحت اللاب فيو عندي هنا عشان اجيب الراندوم نمبر، ده بجيبه من نيوميريك راندوم نمبر هنا اهو، بختاره طبعا واجي هنا على طرفه كده كليك يمين واقول له كرييت انديكيتور عشان اطلع القيمه على انديكيتور عندي اللي هو ده. وطبعا لما بعمل الطريقه دي هتلقى الاسم بتاع الانديكيتور بيستمده من الكنترول عندي، بتبقى حاجه حلوه. لو انا عملت رن مباشره على الحته دي مباشره هنا كونتينوس، هتلقى القيمه بتتغير بسرعه. فانا هبطل البرنامج شويه ان انا احط ديلي. الديلي بجيبه من تايمينج وبختار الساعه دي، بعد كده كليك يمين ناحيه الانبوت من هنا واقول له كرييت كونستانت. اجي هنا كرييت كونستانت واحط 1000. ممكن تختار كرييت كنترول وتخلي اليوزر هو اللي يتحكم في عدد الثواني. لو قلت انا كرييت كنترول هيطلع لي هنا عدد الثواني بالملي سكند 1000 او 2000، تخلي اليوزر كده هو اللي يدخلها. لا انا بحطها كونستانت في البرنامج. لو انا حبيت اعمل رن كده الكود هيتنفذ مره واحده زي ما انتم شايفين كده، مره واحده هيقف. لو عملت كونتينوس هيبتدي يستمر على طول، كل واحد ثانيه القيمه هنا هتتغير على الانديكيتور. لو انا عايز انفذ الكود ده عدد معين من المرات، هعمل ايه؟ هحتاج لفور. فور بيتم تنفيذ الكود عدد معين من المرات. اروح اختار من هنا من ستراكشر فور لوب واجي كده على جزء الكود اللي انا عايزه يتكرر عدد معين، اروح حاطط مين فور لوب عندي. هنلاقي في حاجتين هنا، اللوب ايتريشن ده زي وايل بالظبط، بيديني او بيحدد لي عدد مرات تنفيذ الفور لوب. كرييت انديكيتور هنا عشان يديني عدد مرات التنفيذ. خلي بالك اندكسنج زيرو يعني يبدا بزيرو، يعني لو الفور لوب اتنفذت مره واحده تلقى هنا مكتوب زيرو، لو لقينا هنا على الانديكيتور ده مكتوب 5 معنى كده ان الفور لوب اتنفذت 6 مرات. لو رحنا هنلقى فيه حرف ان فوق هنا، ده اسمه اللوب كاونت. ممكن اجي هنا في اللوب كاونت اقول له كليك يمين كرييت كونستانت، كده انا هكرر فور لوب بقيمه او عدد مرات ثابته. تمام، ممكن اكتب هنا 5 مثلا، يبقى فور لوب هتتكرر 5 مرات. تمام، اما اللوب ايتريشن عندي هيبدا من زيرو وينتهي باربعه، يبقى تاني الان دي بتاخد عدد مرات تنفيذ الفور لوب اسمه اللوب كاونت. اما اللي تحت ده اسمه اللوب ايتريشن، ده عباره عن سيكونس كده يبدا من زيرو لغايه اربعه، في كل مره تتنفذ فيها الفور لوب يزيد بمقدار واحد. تمام، لو احنا عملنا رن بالشكل ده دلوقتي هنلقى بص كده بدا اندكسنج من زيرو اللي هو القيمه اللي تحت، والانديكيتور اللي هنا قيمته بتتغير. بص كده الاندكسنج اللي تحت وصل لاربعه، لان انت كاتب كم مره؟ اه الفور لوب اتنفذت 5 مرات، بدا من زيرو لغايه اربعه الانديكيتور اللي تحت، والقيمه فعلا اتغيرت في كل مره. تمام؟ طيب انت ممكن هنا بدل ما تختار كونستانت عادي مفيش مشكله، ممكن تعمل ديليت كده وتيجي هنا تختار كرييت كنترول، تخلي اليوزر هو اللي يحدد مين؟ اللي يحدد القيمة، هو عايز الفور لوب تتكرر كم مرة براحته، هو بيكتب هنا 6 7 زي ما هو عايز. لو عملنا رن كده هنلقى فعلا قيمة الراندوم بتظهر على الانديكيتور بتتغير. بصوا كده معايا هنا اهو 5، لأن بادئ من زيرو فعلا اتكررت 6 مرات. ده في حالة إن أنا اخترت مين؟ اخترت الانديكيتور بتاعي، سوري الكنترول اللي رايح على الكاونت أو اللوب كاونت من جوه البلوك دايجرام. طب لو انا اخترته من هنا كده، رحت قلت سيلفر نيوميريك بعد كده نيوميريك كنترول، لو رحت النيوميريك كنترول من هنا كده هاجي كده ركز معايا كده، اه ممكن اوصل، اوكي اوصل هنا مفيش مشكله. ركز معايا كده، النيوميريك كنترول الداتا تايب دي بتاعته بيقبل اعداد عشريه او كسريه دبل. تمام، لو كتبت 1 و1 من 10 بيقبلها عادي، بس الان ده بيقبل اعداد صحيحه بس فقط، انتجر نمبر 1 2 10 20. فبالتالي هتلقى هنا السهم اللي طالع هنا هتلقى فيه نقطه كده ظهرت، النقطه دي عملت كونفيرت، حولت من قيمه دبل قيمه عشريه لقيمه انتجر. بمعنى لو انا كتبت 1 و1 من 10 معناه ان الفور لوب بتتنفذ مره واحده وليست 1 و1 من 10 لانه بيقبل ارقام صحيحه فقط. ركز معايا كده،
بص كده النيوميريك كنترول هنا بقي زيرو، تمام؟ يعني زيرو يعني نفذ مره واحده. طب نغير القيمه دي نخليها 2.5، بلاش 2.5 لان 2.5 هيقربها، نخليها 3، خليها 2.5. طب كده معناها هينفذ 3 مرات، نعمل ران. بص كده زيرو واحد وقف، يبقى 2.5 ما قربهاش ل 3، ولغى العلامه العشريه تماما. طب لو خليناها 6 من 10، زيرو واحد اتنين قرب، يعني 2.5 لغى النص، اما 2.6 يعني عملها 3 مرات، خلاص. فبالتالي القيمه الكسريه لا يعتد بيها، مش بياخدها في الحسبه، بيعمل ايه؟ بيعملها كونفيرت اوتوماتيك. هنا هتلقى في نقطه حمراء كده عند الان كده، تمام، ظاهره هنا. فانا لو انا عايز احول او غير الداتا تايب بتاعته هنا، اروح اقول له داتا او سوري ريبريزنتيشن، واختار اي 32، وان شاء الله الكلام ده هيتشرح بالتفصيل في الفاريبلز والداتا تايب. طيب ممكن اختار اي 32 معناها انتجر 32 بت. هتلقى بص اللون الازرق، التوصيل الازرق مباشر اهو. بايه هنا دلوقتي؟ ما فيش علامه التحويل لان ده انتجر، انتجر صحيح. لو جيت هنا رحت كاتب 2.6 ما يقبلهاش، تضغط بره يحولها 3 لان هو ما يقبلش كسر. لو عملنا رن كده يبقى هينفذ كم مره؟ 3 مرات زي ما انتم شايفين. يبقى انا ممكن اجي من هنا كليك يمين اقول له كرييت كنترول، كده هيختار الداتا تايب المناسبه للكاونت لوب، تمام؟ طيب او ممكن اجي هنا لو انت عايزه كونستانت، كرييت كونستانت لو انت عايز فور لوب تتكرر قيمه ثابته من المرات او عدد معين من المرات. ده خاص بمين؟ بفور لوب. ممكن على فكره فور لوب بتحركها عادي، بتقف تظللها كده تتحرك عادي اهو، تحركها. ممكن تغير ابعادها مفيش مشكله، كده يمين وشمال براحتك. ممكن عن طريق القطر ان يتغير السايز كله اهو، مفيش اي مشكله. ممكن كمان تعمل ديليت لفور لوب، تعلم عليها كده وديليت من الكيبورد، اتمسحت اهي. او ممكن كليك يمين، كليك يمين هنا كده واقول له ريموف اند ريواير، بيمسح لي الكود كله، تمام، بفور لوب. او ممكن كليك يمين هنا برضو تاني واقول له ريموف فور لوب، ده هيمسح الفور لوب فقط وهيسيب لي باقي الكود كده، هيمسح الفور لوب فقط. لو انا حبيت عندي كده نيجي تاني نيوميريك ونجيب مثلا راندوم نمبر هنا كده، لو جيت انا احرك الفور لوب، خلي بالك من التحريك. لما انا احرك، بص كده انا بحرك اهي، هتلقى اصلا الراندوم نمبر هنا بيقلي ظل، ظل يعني هو مش موجود جوه الفور كده. بص كده حتى لما بعد ما انا اثبت احرك الفور تبقى برضه ما زال بعيد خالص، لكن لما فور يتحرك معاها الكود من جوه يبقى ده الكود داخل فور، يبقى كده دي مش داخل فور. اعمل ايه؟ اخد كده واسحب كده، هتلقى ما فيش ظل خلاص، يبقى دي جوه فور. عايز تتاكد حرك فور كده، بص كده هتلقى مين الراندوم نمبر عندك اتحرك معاك، يبقى هو كده داخل الفور، احنا مش محتاجينه هنا كده. بالنسبه لمين؟ تنفيذ الفور لوب، يبقى بتنفذ عدد معين بناء على مين؟ الثابت اللي هنا او الكنترول اللي بيتحكم فيه عن طريق اليوزر زي ما شفنا. في حاجه ثانيه خاصه بفور لوب اللي هي التانلز. التانلز عموما لو جينا هنا كده واقول له سيلفر النيوميريك، النيوميريك كنترول ونيوميريك، خلينا سيلفر نيوميريك تحت ونيوميريك انديكيتور. انا وصلت الاثنين دول مع بعض، بصوا كده الاول قبل ما نشوف التانلز نشوف الاوتو جرو. لو وصلنا كده، لو انا مسكت كده ليا الكود دخلته هنا، بصوا كده دخلته كده، هتلقى فور لوب اتسع اوتوماتيك للكود، بص كده بتتسع اوتوماتيك للكود اهو، تمام. طيب نطلعه تاني، لو انا حبيت ادخله كده بصوا كده بتتسع اوتوماتيك. ليه؟ لان انت لو جيت على البوردر كده كليك يمين هتلقى الاوتو جرو متفعله. اوتو جرو يعني اي جزء خارج البرنامج خارج الفور عايز تسحبه جوه فور، فور بتتسع اوتوماتيك ليه. طب لو انا شلتها، بص كده لو انا سحبت دي كده هنا اهي، هيحصل ايه؟ هتلقى في جزء مختفي من الكود. اعمل ايه عشان اظهره؟ مضطر ان انا اسحب الفور كده، تمام اهو، تمام. وما تنساش دي كمان مظلله يعني مش داخل الفور، هتسحبها بره كده، تمام، دي واصله بالان زي ما انت شايف كده. طبعا انا ممكن احل المشكله ازاي؟ لو انت لقيت جزء من الكود مختفي، كليك يمين على البوردر، تعلم الاول
كليك يمين على البوردر تقول له اوتو جرو، هتتسع اوتوماتيك زي ما انت شايف. تمام. لو انا جيت كده ده نيوميريك، نيوميريك الاثنين سكيلر بيطلع قيمه عاديه خالص مش سكيلر، تمام مش اري. لو انا سحبته شمال كده بقي في تانل هنا، التانل ده بينقل الداتا من بره للفور جوه، بس بينقلها قبل تنفيذ الفور، يعني الداتا كانبوت بتخش في الاول خالص قبل ما تعمل رن او بدايه الرن عندك. طول ما دخل فور، دخل فور مش بيقرا اي داتا من بره. تعال كده نعمل رن، ركز معايا كده، القيمه هنا زيرو، خلال البرنامج انا هغيرها خليها اتنين واضغط بره. بصوا كده هو خلاص نفذ ست مرات ووقف، اتنين اتغيرت خلال البرنامج، للاسف ما طلعتش على الانديكيتور اللي هنا. مين اللي طلع؟ طلع القيمه الزيرو الاولانيه. نعمل رن تاني، بصوا كده اتنين اهي، ظهرت اتنين اثناء التنفيذ. طب لو انا غيرت الاتنين دي خليتها خمسه، ضغطت بره تاني تاني اهو، بص الخمسه هيقراها كانبوت في الاول، لما يخش جوه فور هينفذ، اول ما يبتدي التنفيذ هيطلعها على الانديكيتور على طول تبقى خمسه، مجرد ما انا اعمل رن، بص كده ظهرت اهي، خدت بالك؟ طب تعال نغيرها نخليها 10، نضغط بره، ما اتغيرتش. ليه؟ لان بيقرا الانبوت في البدايه فقط. تمام. ده لو عايز تدخل سكيلر. طب لو انا عايز ادخل اري، ينفع ادخل اري؟ اه ينفع، بيدخل الاري كلها مره واحده. لو انا جيت كده عملت ديليت وهنا كليك يمين كده واقول له كرييت كنترول، هيديني برضو سكيلر عادي زي الاولانيه خالص. ممكن اجي هنا كليك يمين كده واقول له تشينج تو اري، تشينج تو اري. تمام. او ممكن تيجي هنا تقول له سيلفر، تختار اري وتيجي تعمل اري من هنا. تمام. في مشكله؟ هيطلع لك اري بالشكل ده، هتعمل ايه؟ هتروح للسيلفر وتختار نيوميريك وتجيب نيوميريك وتحطه جوه مين؟ جوه الاري دي. تمام. طيب وتروح تسحب كده يديك مين؟ باقي مين العناصر او باقي الاليمنتس الموجوده في الاري. وخلي بالك الزيرو اللي على الشمال ده معناه اندكسنج زيرو، يعني اول عنصر في الاري الاندكسنج بتاعه زيرو، مكانه زيرو. تمام. العنصر الثاني مكانه واحد وليست قيمته، يعني ممكن هنا يبقى العنصر ده قيمته خمسه لكن هو مكانه او ترتيبه في المصفوفه زيرو. تمام. طيب ده بالنسبه لو انت عايز تعمل اري، او ممكن اجي هنا زي ما قلت لك دي، تروح تكليك يمين كده تقول له تشينج تو اري، هيغيرها لك اري اوتوماتيك. في مشكله كده؟ يبقى ادي ديليت لدي، هتلقى هنا كنترول بي اهو، هروح بص كده. انا لو جيت وصلت كده، لو جيت وصلت كده مباشر من هنا هيطلع لي ايرور. ليه؟ اول حاجه دي اري وانت هتدخلها على مين؟ على سكيلر. التانل اللي هنا ده بيدخل اول عنصر فقط، اول عنصر فقط، فبيعمل له مشكله في التوصيل. يعمل ايه؟ كنترول بي، هشيلها اهي، امسك دي كليك يمين واقول له انيبل اندكسنج. كلمه انيبل اندكسنج يعني يدخل لي كل المصفوفه. يا باشمهندس ازاي انت موصل مصفوفه مع سكيلر؟ يعني ازاي بتوصل اكتر من اليمنت موجود في المصفوفه مع سكيلر كاليمنت واحد؟ لا، جوه التانلز صح. ليه؟ هو بياخد الاري كلها كلها، تمام، وبيدخلها جوه وبيعمل ابديتنج للسكيلر ده، الانديكيتور اللي هنا، في كل مره ينفذ فيها الفور لوب، كل مره ينفذ فيها الفور لوب بيعمل ابديتنج للانديكيتور اللي جوه ده. الموضوع مش مفهوم قوي، تعال بص معايا كده، ركز معايا هنا كده. هسحب دي، انا هنفذ فور لوب ست مرات، فانا هسحب ادي الست عناصر. اول عنصر ده هخليه بواحد، العنصر الثاني هخليه بثلاثة، العنصر الثالث اللي هنا هخليه 8، العنصر الرابع هخليه 10، العنصر الخامس ده هخليه 0. تمام. وده هخليه 5، بس طبعا لازم تفعله كده، هي مش مفعل، لازم تفعله كده، تضغط عليه لازم يظهر كده. كل العناصر جاهزه، انا كده فور لوب هتنفذ كم مره؟ 6 مرات، وانا المصفوفه اللي بره ابعادها 6. خلي بالك ما ينفعش تبقى ازيد من الكاونت نمبر بتاع المين الفور، عدد مرات تنفيذ فور. لو انا عملت رن، بص على الانديكيتور اللي هنا ده اللي هو هنا، ركز معايا كده اهو، خد اول عنصر، فور الثاني خد العنصر الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، فاهمين؟ ثاني اهو، يبقى الانديكيتور خد اول قيمه، ثاني قيمه، ثالث قيمه، رابع قيمه، خامس قيمه، سادس قيمه. كل مره ينفذ فور فيها يعمل ابديتنج للانديكيتور اللي جوه
مين بعنصر من الاري. خلي بالك مش في كل مره يقرا عناصر الاري في كل فور، في كل مره ينفذ فيها فور، لا هي بتدخل الاري مره واحده كلها في بدايه التنفيذ جوه فور، والانديكيتور ده بيحصل له ابديتنج جوه فور في كل اليمنت. فاهمين الفكره؟ يبقى تاني الاري دي بتخش اول مره بس قبل بدايه تنفيذ فور مره واحده، مش هيبتدي في كل مره يقرا منها. عايز تتاكد ركز معايا كده، هنعمل رن اهو، هنيجي بس للعنصر الخامس ده نغيره ونخليه 6، هل هيحصل له ابديتنج؟ لا خد الزيرو مش الستة. تاني ادي ده 6، لا هنرجعه لاصله زيرو. تاني هنعمل رن، خد المصفوفه دخلها جوه، انا هغير الخمسه دي خليها 50، يا ترى هيطلع 50؟ لا طلع 5، خد القيمه القديمه اللي هي قبل التنفيذ بتاعت فور. ده بالنسبه للانبوت كتانل. هنروح للاوتبوت كتانلز برضو. لو انا جيت هنا برضو بنفس الانديكيتورز، خلاص فهمنا كده الانبوت. اما ممكن انا امسحها عشان ما نتلخبطش. لو جيت هنا كده اقول له سيلفر نيوميريك النيوميريك، او ممكن هنا على طول مباشره اجي كده اخد ده كوبي بيست بره هنا واجي كده اوصله. طبعا هو مديني خطا، هقول لكم الخطا ليه دلوقتي. القيمه اللي طالعه من هنا سكيلر، التانل هنا بص كده اوتو اندكسنج، كليك يمين كده اهو اندكسنج. اندكسنج يعني القيمه اللي طالعه الري، هيطلع كل القيم كاري، كل النتائج اللي حصلت عليها من فور هيطلعها في الري كاندكسنج، ده ديفولت عنده كده. فانت لما تختار سكيلر يديك خطا، فاجي امسح السكيلر ده كنترول بي برضو عشان امسح الواير، كليك يمين اقول له كرييت انديكيتور يطلع لي اري. بص كده تاني كليك يمين هنا كرييت انديكيتور طلع لي اري زي ما انتم شايفين اهي. حتى الداتا الواير بتاعها هتلاقيه تقيل شويه مزدوج. لو احنا جينا للاري دي سحبناها تحت، طبعا انا لو سحبت كده لتحت الاري اهي تمام. ركز معايا كده، الانديكيتور ده خاص بالاوتبوت بتاع الراندوم نمبر مباشره داخل فور، اما ده بره فور، فمعروف ان زي هوايل بالظبط ان اللي داخل فور بيحصل له ابديتنج على طول اثناء التنفيذ، اما اللي بره ده بيحصل له ابديتنج بعد تنفيذ فور بعد ما يخلص الفور خالص. نعمل رن، بص القيمه هنا اهي بتتغير، بيحصل له ابديت، لكن ده زي ما هو ما حصلوش ابديت. بعد ما يخلص فور هيطلع الست قيم، ده الديفولت عندي بيطلع كام؟ الست قيم مره واحده. ده عشان انا مختار اندكسنج. بص كده لو وقفنا هنا كده هتلقى فيه مربعين جوه بعض اسمه ايه؟ اوتو اندكسد تانل تمام؟ او ممكن استخدم اطلع اخر قيمه فقط. ينفع. ازاي؟ بصوا كده لو انا جيت كده كنترول كوبي هنا خدت انديكيتور تاني وجيت هنا وصلت كده تانل تاني اهو من هنا تمام. بصوا كده برضو نفس المشكله مدينا ايرور لان المربعين جوه بعض دي اندكسنج اري، اقول له تانل مود لاست فاليو كده هيطلع لي فعلا سكيلر، هتطلع سكيلر لانها لاست فاليو. خلي بالك السكيلر التاني اللي هنا ده اللي هو رقم 2 اللي هو ده خلاص. بص كده هخليه تحت هنا. نعمل رن، ادي القيم بتتغير هنا، القيم اللي بره دي قيم قديمه من قبل كده. بعد ما يخلص الست مرات عمل ابديتنج للاري، وكمان طلع عندي مين؟ السكيلر اللي هنا ده اللي هو ايه؟ اخر قيمه في الاري او اخر قيمه ظهرها الانديكيتور اللي جوه. ده بالنسبه للتانلز كاوتبوت في الفور لوب. نفس الفكره كانت مع هوايل، مفيش اختلاف. بتقف هنا انت بتغير الاندكسنج بتاعك ازاي؟ هيبقى لاست فاليو ولا اندكسنج؟ تمام؟ طيب في حاجة إضافية خاصة في فور لوب ممكن أضيفها. أنت دلوقتي عايز الفور لوب تتنفذ وليكن 20 مرة تمام؟ 20 مرة دي، لكن أنا عايز برضو أضيف إمكانية إن ممكن يوقف الفور لوب في أي لحظة عن طريق الكونديشنال تيرمينال. أجيبها إزاي؟ أقف كده كليك يمين، كليك يمين هنا، كليك يمين على البوردر وأقول له كونديشنال تيرمينال، بيضيفها لي عندي هنا. هتلقى حرف ان اللي فوق ده ظهرت عليه علامه حمراء، ده معناه ايه؟ معناه انه هينفذ ال 20 مره
بشرط ان الكونديشنال تيرمينال ده يبقى الشرط متحقق. لو الشرط اختل يوقف فور مباشره، مش شرط يكمل لغايه 20، لا يوقف مباشره زي هو اللوب هنا كده. كليك يمين كده هنا واقول له كرييت كنترول، ده عباره عن ستوب بوتون عادي زي هو بالظبط هنا كده. خلاص يبقى كده هو هينفذ 20 مره بشرط ان الكونديشن متحقق. طب لو الكونديشن مش متحقق يعمل ايه؟ اه يوقف فور خالص ويطلع وما يكملش لل 20. نعمل رن كده هنا، بص كده هو هنفذ كم مره هنا كده، ادي 3 4 تمام. هنوقف، المفروض عايز يكمل 20، انا ممكن اوقف عن طريق السويتش في اي لحظه. خلاص كده هو نفذ 10 مرات فقط تمام. وقلنا ده عباره عن ستوب اف ترو زي ما شرحناها في اهوايل، ممكن انت تغيرها ان انت تقف عليها كده كده كونتينيو اف ترو تمام. وقلنا ده ممكن يبقى بوتون عادي وممكن يبقى كونستانت ترو او فولس، نفس الكلام اللي شرحناه في وايل طبقه هنا على فور لوب عن طريق الكونديشنال تيرمينال، مفيش اختلاف خالص، بنفس السيكونس بنفس الطريقه. ولو عندكم اي اسئله واستفسارات سيبوها لنا على هيئه التعليقات اسفل الفيديو، ما تنسوش طبعا اللايك والكومنت والشير، وشكرا جزيلا، وانتظرونا في فيديوهات قادمه ان شاء الله. Thank you.